ألو ألو، نعم ألو ألو، من يا عمتي؟ السيد. السيد، من تقصدين؟ رجلنا. عمتي، إنه وسيم، وسيم بكر آغا، سيد داره وسيد أملاكه. حسن، ومن أين كلمك؟ المصيبة أنه يتكلم ولا يذكر مكان وجوده، ولكنه أخبرني بأن يوم عودته بات قريبا جدا. ما رأيك في أن تذهب معي إلى المسرح؟ لا أحب الفرجة على التمارين. إنه أمر مسل للغاية. لقد أسندوا إلي دورا كان قد لعبه عباس فارس في المجد الخالد. هيا تحرك. أفضل أن أبقى هنا مرتاحا، أفكار كثيرة تعتمل في رأسي. أتغيب عن التمارين وأبقى معك نفكر معك. أفكر بتفاصيل منزل بكر آغا. ليس هذا بالأمر المربك؟ وكيف؟ سأزودك بصور عن كل ركن وكل زاوية في دار بكر آغا. لا تتعب نفسك، اترك هذا الأمر لي. تبدو واثقا من النتائج. كل الثقة. ثم هناك عنصر هام في مشروعنا لم أحدثك عنه. أي عنصر؟ أخي الأكبر. أخوك أنت؟ إنه مدبر المنزل. سنجد منه خير عون. أيها الماكر، إنك تفكر جدياً بالأمر. رغيب، كن على ثقة بأنك ستذهب إلى دار بكر آغا وأنت صورة طبق الأصل عن وسيم بأدق التفاصيل. يبقى هاجسي في العم أم فاضل. إن الورقة الرابحة الوحيدة بين يديك. بل هي العين الوحيدة التي سوف تراني على حقيقتي بحس لا يخطئ. لدي أشياء عن العمة لم أطلعك عليها. وما تلك؟ كلام كثير عن عدم اتزان العقل عند العمة. عدم اتزان عقلها؟ مجرد كلام. يقولون مثلا بأنها تعتقد بأنه وسيم حي وبأنه يتصل بها من الخارج. معنى هذا أن الاحتمال بعودة وسيم احتمال وارد. لا أبدا، إما أن يكون الأمر توهما من العمة، وإما أن يكون بتدبير ماكر منها حتى لا تضطر إلى تسليم الثروة إلى أكابر. فلينشرح فؤادك يا صاحبي، إن لك ابنة عم أكابر واسمها أكابر. حدثني عنها. إن أكبر منك بعام واحد. متزوجة؟ مخطوب. ممن؟ من عاصم أرغلي بيه. وهكذا ترى يا صاحبي أنه لا وفاق يدوم ولا خصام يدوم. يبدو أن العائلتين قد اصطلحتا. هلم
هل غيرت رأيك وستذهب معي للمسرح؟ لا، إنما يسرني أن أعلن موافقتي النهائية على المشروع. أحسنت أحسنت. سأخرج لنزهة وحدي وأنت تغتنمها فرصة لحضور التمارين. من الواجب احترام عملك. طبعا. لن أسألك كيف وجدت، كان لابد من العثور علي مهما كلف الأمر. عباس، نحن صديقان. كنا ونظر. هذا مشروط بتبرير تغيبك عنا لثلاثة أيام تقريبا. عباس، أريد منك أن تسمعني كما كنت تفعل طوال السنوات الماضية. تسمعني وتثق بي. عودة الثقة بيننا تحتاج إلى توضيح مقنع حول تغيبك. سأفعل. ما الذي تنتظره؟ لا أستطيع أن أتكلم والشك في عناك يحرج حريتي. عباس، أنا بحاجة إلى ثقتك ومحبتك وتعاونك. اسمع، إذا كنت ستطلب إشراكي في خيانة القبطان فهذا لن أفعله قط. لا يا عباس، لا. من وقف حياته أبداً ضد الخيانة لا يدعو إليها ولا يروج لها. ما الحكاية إذن؟ أنا لست بحاجة إلى تذكيرك بموقفي المبدئي من مسألة اعتقال سعيد الدوري. كنت متردداً. لا، لم أكن متردداً. كنت واضحاً مع نفسي ورفضت على الفور. رفضت؟ ما هذا الهراء؟ ولكنك عدت إلينا وقبلت والتزمت. لا أنكر هذا، ولكنك تتنكر له وبهذا تخون مبادئ الوفاء بالعهود. عباس، لن تستطيع التأثير على عواطفي كسابق عهدك. نحن في مسألة حياة أو موت. عباس، افهمني على حقيقتي. لن أغفل عن حقيقة واضحة كل الوضوح. خنتني وخنت القبطان. شاهدت منزل الدوري وتأكدت من أنه توارى قبيل وصولي بدقائق. والآن أدعوك لترى القبطان. عباس، أما أثرت فيك الدواعي الإنسانية التي حملتني على تحذير سعيد الدوري؟ هل هو الموقف الإنساني الأول الذي أقفه وتسمع به؟ يجب أن أقودك إلى القبطان. تذكر الصلصال، الميدالية، تذكر. بصالح من كنت قد رهنته لدى أمي عساف في طنجة؟ لتدفع كفالة إخراجي من السجن بعد ذلك الشجار. ومع ذلك تتناسى إخلاصي للمبادئ الإنسانية وتتهمني بقبول المكافأة من سعيد الدوري مقابل خيانة القبطان؟ يجب أن ترى القبطان، لابد وأن يراك وقد أفشلت مشروعه الضخم. لن أرى القبطان. عباس، عهدي بك أحب وتفهم وعاقب، ولكن ماذا أقول للقبطان؟ قل له أي شيء. تظهر بالحقد والنقمة عليه. رغيد. عباس، أرجو، ألسنا أصدقاء؟ ليكن. كان يا
مكان ولا يحلى الكلام. سأقرر قرارا هاما. وما هو هذا القرار الهام؟ سأسطو على بيت السيد سليم. سأسطو على منزل العمر. أخشى أن يكون قد مات وهو غاضب علي. أيتها السيدة، فعل ما أمرتك به. ماذا يوجد في هذه الحجرة؟ هو لا تقدم الصور. إلى اللقاء مع حدوتة أخرى من حواديت زمان. ما هو أقوى شيء في العالم؟ سنرى ماذا ستفعل يا قاضي القضاء. حواديت زمان يوميا 3:30 مساء على قناة ذكريات. دع الأيام تفعل ما تريده وتجدد بالمصيبات الجديدة. لا يمكن أني أفضل قصيدة على قصيدة، لأن القصايد بنات الشاعر. ديوانية الشعراء للمحاورة والنظم. كانت أبغى رفقتي متحري الفرح. ديوانية الشعراء السبت 7:30 مساء على قناة ذكريات. مع الناس. عملية المطاعم هل هي نظيفة؟ أنا ترى معي البلدية جايين معي الآن. تم سحب رخصة العمل. هناك من يقود السيارة بدون رخصة، هناك من يخالف، هناك من يتجاوز السرعة المقررة. والله سكت سيارة كثير يعني. بدون رخصة. بدون رخصة. يصير زحمة عند البلدية وناخذنا يعني يمكن 4 ساعات 6 ساعات وحنا نجلس هناك. فعلا أن التخصص له دور كبير في عملية تحديد المستقبل الوظيفي والمهني للخريج. هل اختيار التخصص المناسب له دور في الوظيفة أو له دور في سياسة الوظيفة؟ مع الناس الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. خيانة! خيانة! ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ خيانة! التقيته إذن؟ وكدت أضيع، لا وقت لدينا نضيعه، هلم وبأقصى سرعة. هل أنت مطارد؟ لا أدري، إنما نحن في خطر. أفهمني، ما الذي جرى معك؟ التقيته، كنت محقاً يا قبطان أنه قد باعنا. المسألة أكبر بكثير من إمكاناتنا. وكيف؟ لحظة كنت أهم بإجبار رغيل على المجيء إليك، تدخل عدة رجال لصالحه، لعلها الشرطة السرية، من يدري. إنما نجوت في أعجوبة. ما الذي تنتظره؟ أنا في حالة ذعر شديد. رغيد، ما بالك؟ سكوتك هذا يحيرني. أي شاب أنت؟ لماذا لا تكلمني عن حقيقتك؟ حاولت الابتعاد عنك فرفضت. وأرفض مجددا. سأبقى معك، ولكن أرجوك لا ترغمني على أن أتتبعك كالجاسوس. ماهر، التجسس هو انتقاص من حقوق الإنسان في أن يكون حرا. وأين حقوق الإنسان في رعاية مصالحه وحماية نفسه؟ رهيب، آن الوقت لأعرفك أكثر.
كلمني عنك. حسن، سأطلعك على طرف من مشكلتي، إنما لا أسئلة بعد ذلك. هكذا إذن أعجز عن إنجاز مهمة بسيطة. لقد تحول القبطان زكرون من قرش بفك مفترس إلى سمكة سردين، كاد عجل البحر رغيد أن يبتلعها. صغيرة هذه الدنيا، لن تجد صخرة صغيرة تأوي إليها يا سمكة السردين. صدقني يا قطان، إنها المرة الأولى التي أشعر فيها بمثل ذلك الخوف الذي اعتراني. يا عباس، تذكرني بالسمك الصغير، فإنه يكثر من الحركة ولا يجد بركة. قطان زكرون، كنت مستميتا في سبيل العودة برغيد، وحمدا لله أننا نجونا معا. من يدري أي إنسان هو رغيد؟ إذا عدت إلى آراء السابقة فيه. أعترف بهذا، من يدري، لابد وأنه إنسان خطير، بل بالغ الخطورة. صغيرة هذه الدنيا، وسنلتقي يا سمكة السردين يا رغيد. قصتك مقنعة، رغم أنك تتكتم حول اسم ذلك الشخص الذي أتى القبطان لأسره وحمله إلى طنجة. تبقى مسألة انتمائك. أنا إنسان بكل مواصفات الإنسان. هتلر إنسان وغاندي إنسان، فهل يتساوى الاثنان؟ لا أبدا، شتانا بين هذا وذاك. مسألة انتمائك بدأت تقلقني. من أنت؟ من أين؟ اتفقنا على أن لا أسئلة إلا حول هذه النقطة. رغيد، أرجوك، ألا ترى أنه من الواجب أن نقف معا على خشبة مسرح لا تهتز؟ بلى. إلى المكاشفة إذن. لا أعترض على المكاشفة، إنما سوف ترى معي أن كل شيء في أوانه. المهم أن تثق بكلمتي، ولن أتعامل معك إلا على أساس العدل والإنصاف، فثق بي وأمهلني. أثق بك. القهوة يا سيدتي. فنجان واحد. هو عمتي منحرفة المزاج وفضلت أن تتناول القهوة في غرفتها. اتبعني بالقهوة إذن. أنسة أكابر. نعم. تفضل العمة أن تبقى وحدها. حسنا، شكرا يا عم نعيم. عم نعيم،
نعم. تعال. نعم. اجلس. اجلس يا عم نعيم. عندما وقع الحادث المؤسف واختفى ابن عمي وسيم وسميح أرغلي، كنت في العاشرة من عمري، بل في الحادية عشرة. المهم أنني كنت طفلة صغيرة لا تعي الأمور كما يجب. صح. خبرني عن أي شيء؟ عن ذلك الحادث، لابد وأنك تذكر تفاصيله جيدا. نعم بالتأكيد. أذكر أنهم التقطوا جثة ولد لفظها البحر. كانت جثة الولد سميح أرغلي. هنا يكمن سؤالي، هل كانت معالم الجثة واضحة بصورة كافية للتعرف على صاحبها؟ نعم، أنا لا أنسى أي شيء قط، كانت جثة. سؤال آخر. نعم. وسيم ابن عمي، ما بال وسيم؟ تعلم ما تدعيه عمتي من وقت إلى آخر حول أنه على قيد الحياة ويتصل بها بالهاتف من الخارج. نعم. هل لديك أنت ما يؤكد ظنون العمة؟ يا آنسة أكابر، العمة لا تظن، إنها تؤكد. أعرف هذا، إنما ما رأيك أنت؟ الاحتمال كبير في أن يكون على قيد الحياة. وهل يكفي الاحتمال ليكون حقيقة؟ ولماذا يفر؟ لماذا يهرب؟ وإلى أين؟ لماذا لم يعد حتى الآن؟ أذكره جيدا، أذكره. كنت دائما أحسده على ذكائه المفرط، مثله يستطيع أن يعرف فوائد عودته إلى أملاكه وداره وبيته. لماذا لا يعود؟ لماذا لا يعود طالما أنه على قيد الحياة؟ هل تقصدين أن العمة تدعي ذلك؟ إني أسألك أنت، أريد منك أجوبة لا أسئلة. هل اتصل وسيم بعمتي هاتفيا بحضورك ولو لمرة واحدة؟ 4 مرات. وسمعت أنت صوته بأذنيك؟ 4 مرات. حسنا، وما الذي قاله لك؟ سألني عن أحوالي وعن أخي ماهر. أخي ماهر كان يرعاه ويعتني به. إذا كان وسيم على قيد الحياة، فمعنى هذا أنه قد أغرق سميح أرغلي وهرب. الله أني رزقني بولد، بعشري رزقك في اللي تتمناه نفسك. ولدنا حاتم طلع
باش عمره ولا بدي مطلق كيف يتجوز عليه. وقف وما تحرك. اذبحني يا ماجد اذبحني. ابعد عنه يا ترفع. ابعد عنه وقلت ما اريد اللحق. ودك تحط دم عقله برقبتك يا عم الشيخ شاهر الحق. لا ترمي حالك يا عقله. عقله الديرة يوميا السادسة مساء على قناة ذكريات. أيها السادة، في شمال لندن، في ميامي فلوريدا، في كاليفورنيا، لانسينغ ميشيغان، قريبا من جامعة كولورادو في بولدر، التقينا بأحد أبنائنا الذين يدرسون في هذه الولاية. أبنائنا الطلبة الخارج الذين ينقلون من مناحل العلم الصافية ليعودوا مزودين بأقوى الأسلحة، وهو سلاح العلم يسهم جميعا في أداء الخدمة الواجبة الغالي. أبناؤنا في الخارج الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. سيدي قم ما خبرت لي حد الله حد وارضي بعد. حفلات ولحظات ما تتكرر. لو عرفتني مهرجانات أحياها نجوم وفنانين على أهم مسارح العالم العربي. ذكريات منوعة ما يمل منها الوقت. يلي عيونك دنيا حدد جدد وميل يا حب على حبيبي وقل له علينا يميل. انت ما مثلك بشر يا قمر 15. ألحان وأصوات مميزة نستعيد معهم أمسيات غنائية. هاي قلنا بكر الحب يكبر والعين تفضح وانا. ذكريات منوعة الجمعة الساعة 11 مساء على قناة ذكريات. أعد علي ما قلته يا عاصم. ولكنني أعدته عليك 3 مرات يا أبي. 4 و10 وأي شيء تفيده مني إذا لم أفهم ما قلته؟ أعد. كنت أتحدث إليك عن آل بكر أغا. الآن علمت من أين أدركتني نوبة السعال. إذن كان حديثا لا يسر الخاطر. وماذا عن أعدائي؟ العمة لا زالت على عنادها وهي تأمل بفسخ الخطوبة وتمارس كل ضغط على أكابر. أين براعتك المتأصلة في آل أرغل بك؟ وكيف أفيد من براعتي والعداء لنا متأصل في كل جوارح العمة؟ طبعا. وهل كنت تظن أنها من دون جوارح؟ بالتأكيد إنها من صنف الطيور الجارحة. من حسن الحظ أن أكابر تحبني. تحبك؟ النساء لا يعرفن الحب يا عاصم، سلني أنا. ولكنها تحبني. تحبك؟ بل هي تريدك. وهل هناك فرق بين الحب والإرادة؟ طبعا. الحب شعور حقيقي لا إرادي، والإرادة عمل نابع عن اقتناع. وحبنا أيضا أنا وأكابر نابع عن اقتناع، إذن فهو بإرادتنا. الحب مصيبة يقع فيها المرء. سلني أنا، سل تجاربي. المهم أن تجد لي حلاً مع العمة.
وإلا خسرت أكابر وطارت الثروة منك. تسألني أن أجد لك حلا، وهل لي سواك ألجأ إليه؟ سأجد لك الحل. أعطني واحد على السبعة من فضلك. أكابر، أكابر، أنا لا أريد أن تمر لحظة واحدة من دون أن تكوني راضية. أحبك يا أكابر، تسمعينني بقلبك؟ أنت حبي الوحيد. اجلس يا ماهر. حدثني عنك وعن المسرح. مسرحية جديدة تقرر أن ألعب فيها دورا كان قد لعبه عباس فارس. كم أتمنى أن تصبح فنانا عظيما مثل عباس فارس. نعم، سأجعل الناس تنساه وتنسى جورج أبيض وعزيز عيد والريحاني أيضا. تريد الحقيقة؟ دائما أريد الحقيقة. أنا لا أحب التمثيل. ولكنك تحب الذهاب إلى المسرح والسينما. أشياء كثيرة نفعلها ولا نحبها. ولماذا نفعلها إذا؟ لا أعرف، وإني لفي عجب شديد. صدقت، السبب غير معروف، ولو عرف السبب لبطل العجب. إيه، منذ زمن بعيد وأنت في هذا المنزل. منذ 30 عاما. وكم أتلفت من المعدات؟ أنا؟ إنه هكذا بفضل عنايتي. نعيم، هل يعني هذا أن المنزل ما زال على حال منذ 20 سنة مثلا؟ عدا تلك الطاولة التي كنت تأكل عليها، تلك التي أحضرتها الآنسة أكابر منذ 6 سنوات. والقديمة؟ تلك التي كسر رجلها المرحوم وسيم. الله 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 الله، ما أجمل أن يتذكر الإنسان أيام زمان. يومئذ أعني يوم كسر المرحوم وسيم رجل الطاولة، قمت وإياه بتسميرها حتى لا يكتشف أمرها. ماهر؟ ماهر؟ نعم نعم. لماذا تلتقط كل هذه الصور؟ إنها من أجل الديكور للمسرحية التي حدثتك عنها. فهم؟ تريدون الإفادة من ذوق السيدة أم فاضل في ترتيب ديكور مسرحيتكم الفخم؟ تماما 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 يا نعيم. وغير بعيد أن يسألني المخرج زيارة هذا المنزل ليراه رؤية العين. وفقك الله.
ما الذي وجدته يا أستاذ عبد المولى؟ الحقيقة يا أم فاضل أن الزيتون الذي يخصكم في الشويفات يسجل خسارة متتالية منذ 4 سنوات. ومن قال أني أوافق أكابر على رأيها في بيعه؟ لست بحاجة إلى الموافقة أو الاحتجاج يا سيدة أم فاضل، إن أحدا لا يستطيع بيع تلك الكروم. خبر سار. طبعا، إن الأملاك بكاملها رهن بمن سيرثها شرعا، وسيظل الأمر معلقا إلى حين إثبات وفاة الوريث الشرعي الأصيل وسيم بكر آغا. وسيم سيعود، وقد اتفقنا على هذه النقطة يا أستاذ عبد المولى. لقد أفهمتك وجهة نظر القانون في هذه الناحية. الولد وسيم بحكم المتوفي، وأنت والآنسة أكابر ترثان وسيم حكما، ولو أرادت أكابر لأفسدت عليك كل هذا التدبير. وشهاداتي المتكررة بأن وسيم يتصل بي بالهاتف وأنه بخير وأنه سيعود. كل ما في الأمر أنك الوصية عليه ثم الوصية على أكابر، ومرت تلك السنوات دون متاعب. أما الآن فقد تبدل الحال، فأكابر قد بلغت سن الرشد ووسيم لم يعد، وإذا أحبت أكابر إعلان وإثبات وفاة وسيم لفعلت ذلك بسهولة. طمأنتني، لا يمكن لأكابر أن تخرج عن إرادتي. كوني مطمئنة سيدة أم فاضل، طالما ظلت أكابر طوع رغباتك.